نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، أيضا وردتنا أسئلة ولعلنا نختم بهذا السؤال، لكن مضمونها يسألون يقولون: يذكر كثيرا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورفقه بالناس وحسن دعوته وتقبل الناس به له، فما هو السر في دعوة الشيخ رحمه الله، وخاصة أنكم أيضا تلازمتم معه ردحا من الزمن؟ لا شك أنه رحمة الله عليه فيه خير كثير ورفق بالناس وبذل للمعروف من نفسه وماله، ولا شك أنه من غرس الشيخ محمد بن إبراهيم، ولهذا كان رحمة الله عليه لا يتحدث عن الشيخ محمد بوصف له شيء إلا ويبكي ويقول: لست بشيء لولا الله ثم الشيخ محمد بن إبراهيم. وكان الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه منحه الله جل وعلا حب الخير والتحمل مع الناس، وهو الفضائل منح من الله جل وعلا، يعطي من شاء ما شاء. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.